دكتور، بعيدا عن هذه الأمراض السكري والضغط والأمراض التي يرافقها مشاكل في الكلى، عادة ما نسمع أن تناول المسكنات مو الباراسيتامول، نحكي الأدوية مضادة للالتهابات المسكنة، نعم، قد تهدد صحة الكلى. هذه المعلومة صحيحة 100%؟ مع أن للعلم من يومين أو أكثر قرأت دراسة طبية قصيرة تقول بأنه هناك علاقة حتى بين الباراسيتامول والإصابة، نعم، بالفشل الكلوي مستقبلا. كلام سليم، لأنه المسكنات الأغلب ممكن تأثر على الكلى بعدة طرق، ممكن تؤدي إلى جفاف في الكلى، التهابات مناعية في الكلى، وهي أحد الأدوية اللي ممنوعة نهائيا على كل مريض كلى، وحتى المرضى اللي بصحتهم بصحة طبيعية مع وظائف كلى طبيعية لما بياخدوا الأدوية المضادة للالتهاب لأمراض المفاصل، أوجاع الروماتيزم، أوجاع أسفل الظهر، ممكن هذه الأدوية بكميات عالية بدون شك حتأثر على الكلى، بدون إشراف طبي هذه الأدوية حتأثر بشكل سلبي على الكلى. تعرفون المشكلة دكتور؟ بعضهم يعاني مثلا في مشاكل في العظام، فيروح على الدكتور، الدكتور ما يلاقي عنده مشكلة فعلية في العظام، يعطيه مسكنات أو أدوية مضادة للالتهاب مسكنة. طبعاً فعلياً هو مصاب بمشكلة في الكلى، تخيل قديش راح تتفاقم الحالة؟ حتتفاقم حالته، حينسى ألمه الأول اللي هو ألم العظام والمفاصل، لما للأسف مشكلة الكلى تصير متقدمة نتيجة أخذ هذه الأدوية بطريقة عشوائية وبطريقة وبجرعات عالية جداً. دكتور، هل يجب أن نفحص؟ يعني هل هنالك أعراض واضحة لوجود أمراض في الكلى ومشاكل؟ أم لا يوجد فيجب أن نجري فحوصات دورية للكشف عنها؟ معظم أمراض الكلى للأسف لما يكون لما تصير درجة تأثر الكلى متقدمة جدا ممكن تبلش الأعراض، اللي هي ممكن المريض يحس في احتباس سوائل في الجسم، ممكن المريض يحس في قلة إدرار البول، كمية البول قليلة، مع ضعف الكلى كمان، وكمان بيفقد المريض شهيته، ممكن ينزل وزنه، وممكن يتعرض لنوبات حادة في القلب جراء عدم انتظام مستوى الأملاح في الجسم. مشاكل كتير ممكن تصير، ولكن كلها بتصير في درجة متقدمة من أمراض الكلى. للأسف أي شيء ممكن يصيب الكلى على درجة بسيطة المريض مش شرط يحس فيه، وهنا بيجي ضرورة فحص الدم. كل قد ايه دكتور يفحص؟ يعني لحد صحته احنا بننصح يعمل كل مرة سنويا يفحص عند طبيب. ضمن الفحوصات الدورية. نعم، فحص دوري عند طبيب، شيك على ضغطه. مشكلة نحن نفحص الدهون الثلاثية، الكوليسترول، الفيتامينز، المعادن الموجودة في الجسم ومدى وجودها او نقصها، الحديد، قوة الدم الى اخره. نعم. ونتجاوز عن وظائف الكلى. وظائف الكلى، وهذا شيء جدا ضروري ومنبه عليه دائما مع جميع الزملاء مع المرضى، وهذا واجبنا كأطباء كلى نعمل التوعية الكافية.